السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واشنطن تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى القازمي. دانت الولايات المتحدة محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى القازمي فجر اليوم الأحد، حين استهدفت طائرة مسيرة مفخخة مقر إقامته في منطقة الخضراء بوسط بغداد، معتبرا أن هذا العمل عمل إرهابيا واضحا. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة على اتصال وثيق بقوات الأمن العراقي المكلفة بالحفاظ على سيادة العراق واستقلاله. ومن جانبه السيد مقتدى الصدري بكتابة تويتر قال فيها أن العمل الإرهابي الذي استهدف الجهة العليا في البلاد لهو استهداف واضح وصريح للعراق وشعبه، ويستهدف أمنه واستقراره وإرجاعه إلى حالة الفوضى لتسيطر عليه قوى لا دولية. يعيش العراق تحت طائلة الشغب والعنف والإرهاب، فتحصف به المخاطر وتدخلات الخارجية من هنا وهناك. حفظ الله العراق وأهله. دمتم في خير.